الفكرة تبعت حديقة الحيوان اللي عملتها زهقنا واحنا بنستنى في الإعمار. اليوم هاي الحرب صار لها سنتين، عدها أشرفت كمان شهر علينا وعليكم بالخير، شهر رمضان جاي تمام. سنتين ما بنوش ل 20% من العالم، الناس زهقانة حالها، الناس مش لاقية تاكل. الحديقة الموجودة تطير زهاقلي ولا الناس، ولاد المدارس المرقين ورايحين بقعدوا هيك بتحس بتطلع في وجههم البسمة. عندنا في الشعف ثلثين الشعف مهدم. نوعا ما الأطفال يعني في هذا الحي شاهدوا مجازر كثيرة، فنوعا ما بنسيهم شوية من هذه المناظر. الأطفال يحتاج إلى لعب، يحتاج إلى مناظر يعني جديدة عليه. الطفل يعني لما بده يطلع مكان بعيد، بالنسبة للحياة ده مكان بعيد، لما بده يروح يشوف مناظر زي هذه فبيجي على المنزل أبو رمضان فبيشوف أشكال يعني أشكال حديثة جدا أو أشكال يعني غريبة عليه.